ورجعنا بعد الفاصل، وفقرتنا الثانية هتكون عن كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. الفقرة دي قرر مهندس إلكترونيات إن هو يقدمها لنا من السعودية. هيقدم لنا المعلومات المفيدة دي عن أي حاجة خاصة بالتكنولوجيا الحديثة وإزاي نقدر نتعامل معاها. هيكون معنا مهندس أحمد شاكر حجازي، مهندس إلكترونيات، وهو أصلاً في الأصل كاتب وروائي ومدون، ونزل له 3 كتب في المعرض اللي فات: العالم لن ينتظرك، ومن يكتب التاريخ، وتجارة الوهم. هنخرج معاه نشوف المعلومات، واتمنى تكون مفيدة وتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حاب اشكر اسرة البرنامج فيها حاجة حلوة للاستضافة والتقديم، وانهم ادونا الفرصة الجميلة دي للظهور ضمن فقرات البرنامج. وحلقة النهاردة هنتكلم عن كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كلنا مرينا بمواقف ان احنا نتعامل مع التكنولوجيا، سواء بالاختيار او بالتطبيق، اللي بيفكر يغير موبايله، العربية بتاعته، الكاميرا، اللابتوب، بالإضافة للتقنيات الحديثة زي الطاقة الشمسية، الطابعات ثلاثية الأبعاد، السيارات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، تكنولوجيا الجيل الخامس والشحن اللاسلكي والتحكم عن بعد. حاجات كتيرة جدا بنضطر ان احنا نتعامل معها يوميا، لازم يكون عندنا فكرة عنها عشان لما نتعامل معها نقدر ان احنا نختار الحاجة الأنسب والأفضل لنا في استخدامنا. ومن هنا جت أهمية النقطة اللي جاية. المفروض إن أي منتج في العالم بيخضع لمعايير وشهادات لاختبار جودته وأدائه، من أول السيارات والصناعات الثقيلة لحد اللمبات والساعات والكشافات وأي حاجة ممكن تتخيلها. يعني ما ينفعش إن الشركة تطلع تقول لي والله الجهاز ده بيضاد المية من غير ما تديني رقم معين أقدر أحدد بيه جودة وأداء التقنية دي. وده لأن أدق لغة موجودة في العالم هي لغة الأرقام. عشان كده عندنا معيار مهم جدا اسمه الاي بي او الانترناشونال بروتكشن او رمز الحماية الدولي. ده بيبقى موجود مع اي جهاز، بيبقى مكتوب اي بي وجنبه رقم. الرقم ده بيعبر عن مقاومة الجهاز للغبار والمية. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، الاي بي جنبه رقم، الرقم الاول بيرمز لمقاومة الجهاز للغبار، والرقم الثاني اللي جنبه بيعبر عن مقاومة الجهاز للماء والرطوبة. الرقم الاول بيتدرج من 0 ل 6، والرقم الثاني من 0 ل 8، وكل ما زاد الرقم كل ما زادت مقاومة الجهاز للنوع المشار اليه. واعلى اي بي موجود في العالم او رمز حماية اي بي 68. عشان كده بنلاقي دايما جهاز يقولك والله ده مقاوم للماء والغبار، طب شوفه كام، شوف الرقم المكتوب كام، ممكن يكون اي بي 53 22 ايا كان الرقم الموجود. وانا بشتري اي جهاز كهربي لازم ابص على 4 حاجات اساسية. اول حاجة القدرة بتاعت الجهاز كام، تاني حاجة الباور ما يخص الجهاز من معلومات بيظهر لي على الموقع ده، ومن خلال الموقع ده بتأكد ان الجهاز بتاعي اذا كان اصلي او تقليد. اي جهاز كهربي موجود في العالم في حاجة اسمها المين بليت. المين بليت دي بتكون موجودة على الجهاز زي ما احنا شايفين في الصورة، بيكون فيها جميع البيانات اللي تخص الجهاز ده، القدرة بتاعته، الباور فاكتور معامل القدرة بتاعه، الجهد بتاعه، الهيرتز اللي شغال عليه او التردد. اتأكد الاول ان الجهد الموجود على البليت 220 فولت اذا كنت هتستخدم الجهاز ده عندك في البيت. اتأكد برضو ان التردد المكتوب على الجهاز 50 هرتز اذا كنت هتشغله في مصر. اما بخصوص الكاميرات الاحترافية، فالكاميرات الاحترافية هي الكاميرات اللي هي من نوع DSLR. طبعا في انواع كتيرة جدا للكاميرات الاحترافية، في السوني والكانون والنيكون، لكن افضلهم في الفيديو كاميرات كانون، وفي الصور كاميرات نيكون. اما موضوع بقى ان انت تشتري من على النت، الموضوع ده كبير جدا وفي نصب كتير، لكن خلينا اقول لك بعض المواقع الموثوق فيها اللي انت ممكن تشتري منها بالفيزا بتاعتك بدون اي قلق، زي موقع امازون، ده اكبر موقع في العالم، وموقع سو.com وجوميا. التلاتة دول تحديدا من اكتر المواقع ثقة للناس اللي بتحب تتسوق من مصر. طبعا معروف ان موقع امازون ده موقع عالمي وبيشحن لاي مكان في العالم، وكذلك موقع سو.com ده موقع عربي لكن شركة امازون اشتراته. موضوع العمل الحر اشهر موقع اللي هو موقع الفريلانسر. موقع الفريلانسر ده انت بتدخل تسجل فيه كراجل صاحب عمل، والموقع ده بتعرض عليه المهارات اللي انت بتعرف تعملها على النت، زي مثلا تنسيق الوورد، كتابة سيناريو، كتابة اعداد برنامج، موشن جرافيك، تعديل على الفيديو، اي حاجة من دي، وغيرها من المواهب الكتيرة اللي ممكن تكون موجودة عندك. وبيجيلك بعد كده اوردرات على المواهب اللي انت حددتها ديت، وبتتفق مع العميل على
أجر معين نظير العمل اللي أنت هتقوم بيه، وده عمل معروف ومشروع والدنيا كلها عارفاه وبعيد عن أي مشاكل وأي شبهات. الموضوع بقى الإكسسوارات، هل هي أصلية وتقليد والكلام ده؟ الصورة اللي قدامكم دي بتوضح جزء من الحاجات اللي هي بتبين لي إذا كانت الحاجة دي أصلية ولا تقليد من الشكل بتاعها والمواصفات الموجودة فيها. طبعا موضوع المعالجات او البروسيسور في الكمبيوتر معروف، الاي 3 والاي 5 والاي 7 والحاجات دي، كل ما تعلى كل ما تعلى في المواصفات. وكذلك البروسيسور الموجود في الموبايلات في جدول معين للحاجات ديت ومعروف. طبعا موضوع الربح من اليوتيوب موجود، والربح من الفيسبوك موجود وليه شروطه، وطبعا الحاجات دي موثوقه وناس كتير جدا كسبت منها. فبرضه لو انت عندك امكانيه ان انت تعمل فيديوهات وتصنع محتوى على اليوتيوب، الموضوع ده فيه مكاسب مضمونه وقنوات شرعيه بيجيلك من خلالها المبالغ اللي انت بتكسبها. حاول ان انت ما تشحنش الموبايل بتاعك باجهزه باور بانك مجهوله المصدر او ضعيفه الكفاءه، لان ده بيأثر على عمر البطارية وكفاءة الشحن. حاولت بقدر الامكان ان انا اجمع اكبر قدر من المعلومات الخاصة بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وطبعا في حاجات كتيرة جدا لا يتسع الوقت ان احنا نذكرها. تابعونا اكتر على قناتنا على يوتيوب، وبشكر في النهاية اسرة البرنامج على الاستضافة، ونشوفكم في حلقات تانية قريب باذن الله، ونشوفكم دايما على خير. السلام عليكم. بصوا الجلاش بعد ما لفيناه كده وردات زي ما وريتكم، حطيته بقى في صينيه وسقيته بالسمنه، بياخد كميه سمنه محترمه يعني. وبعد كده يدخل الفرن على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني لحد ما يستوي، ياخد اللون الاحمر الحلو ده. هنطلعه نسقيه بالشربات، شربات يكون تقيل ويكون ساقع عشان يفضل مقرمش. وهنحط على الوش كده اي نوع مكسرات، او ممكن نستغنى عن المكسرات عادي. وسهل جدا، ما خدش معانا حوالي ربع ساعه. وعملنا الكبده الاسكندراني وعملنا سجق. النهارده الحلقه كلها حاجات سهله وسريعه، نقدر نعملها في المدارس للولاد بسرعه لو احنا مستعجلين. هو بس احنا ما جبناش خطوات الجلاش كامله طبعا عشان وقت البرنامج. بس هو سهل جدا يعني، احنا عملنا بس الصعوبه اللي فيه اللي هي لف الورده، بس هو الباقي سهل يعني. احنا بنشكركم اعزائنا المشاهدين، ونتمنى يكون الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه مع ساره زكريا وداليا عادل.